أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء العسكريين الروس والسوريين أنشأوا نظاما موحدا للدفاع الجوي متكامل على الأراضي السورية. وذكر نائب قائد القوات الجوية القضائية الروسية سيرجي بيشرياكوف أنه جرى إدماج المعدات الاستخباراتية الجوية الروسية والسورية فنيا ومعلوماتيا في نظام موحد، مشيرا إلى أن منظومة الدفاع الجوية الروسية في قاعدة حميم تراقب الأهداف الجوية كافة ضمن دائرة يصل قطرها إلى 800 كيلومتر وعلى ارتفاع يبلغ نحو 35 كيلومترا.